السلام عليكم حمك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ عبد الوهاب. كيف الحال يا أستاذ نعيم؟ كيف حالك؟ طيب؟ إيش؟ ترى ما أسمعك. كيف حالك؟ إيش تقول؟ ألو؟ ألو؟ أيوه عبد الوهاب، كيف حالك؟ الله يعافيك، سلم حالك. المعذرة، اليومين اللي راحت والله كنت مشغول وخارج المنطقة. يلا بسيطة، أوكي، تفضل. الله يزيد فضلك. أمس يقولون أخذتوا مراجعة. إيه، أرسلت لكم أنا المراجعة على الواتساب بالمجموعة، ما رأيتها؟ ما وصلتك؟ لا وصلتني، الله يعطيك العافية. تمام. الآن في عنا درس عن الأرقام، لأنه في البعض منكم عنده مشكلة بالأرقام. أوكي. بالنسبة للأرقام، في عنا الأرقام الترتيبية اللي مرتب فيها، يعني الأول، الثاني، الثالث، وهكذا. أوكي. طيب، لاحظ الآن مثلا كلمة fourth. رقم فور شو معناته باللغة الإنجليزية فور؟ عبد الرحمن معايا كمان؟ ايوه، هلا يلا اوكي. فور، لوك هير، ننتبه الآن كيف بنكتبهم. لاحظ الآن رقم واحد الأول رح نسميه first. yes. number two second. number three Third. إذا صار معناته الأول، الثالث. Number four. Fourth. الآن شباب، فوق الأربعة كله منضف له إث بالأخير، يعني عشرة. شو معناته عشرة في اللغة الإنجليزية؟ ألو، معايا يا شباب؟ هلا أستاذ، معك. عشرة، شو معناته عشرة؟ عشرة؟ رقم عشرة باللغة الإنجليزية. تن يا رقم عشرة ما باين. تن. دن خان خلّم باين. الآن إذا بدنا نقول العاشر، كيف بنقول العاشر؟ راح نضيف التي والاتش هاي الأخيرة، شايف؟ بنقول tenth. طيب التاسع، ما عم تسمعوا شباب؟ أنا بكتبه، لحظة. شوف، fifth. six. نحط له th، لاحظ. sixth. نفس الشيء seven، بس بنحط على الرقمة seventh. الاختلاف هو بس بالثلاثة الأولى، first، second، third. بعد أربعة كله بياخذ، شو بياخذ؟ TH. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، وهكذا. لو نشوف نحن الآن هنا بالكتاب مثلا، لاحظ second، ما معنى كلمة second هاي؟ second
سكند هي الثاني، الثاني ما أنا فيرست، لاحظ فيرست سكند ثيرتينث ثيرتينث واتس ذيس. خلاص صبور صبور ما فيها شيء يا 13 أستاذ. ليش ما فيها شيء؟ أنا ما أشوف كتابتك هذه صح أستاذ، مو باينة يا أستاذ. لحظة لحظة أنا أشوف سكرين. ما واضحة؟ الله توها تظهر. أجل يلا يلا أوكي طيب. الآن بالنسبة راح أعدلكم كتابتهم مرة ثانية ولا يهمكم. شوف الآن نحن قلنا الأعداد الترتيبية، الأعداد الترتيبية ترتيبية أيوة، يعني اللي مرتبها الأول الثاني، يعني نط يعني ليس 1 2 3 4 5 لا، الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا. أوكي نحن بدأنا، شوف أول واحد شايفين الكتاب الآن ولا لا؟ ها first، واضح الكتاب ولا لا؟ لا شلون لا؟ والله ما واضح يا سام، غير واضح الجي بس مو واضح الكتابي هذا. ها هنا هنا توها توضح الحين، يعطيك العافية. طيب first يعني الأول، first يعني الأول، second شوف عم نكتبها second الثاني، third ثلاثة ثلاثة يا أستاذ. ها ألو هذا حب هذا حب أستاذ يقطع عنده شبكة زين. Fourth أوكي الآن أي رقم، بعيد مرة بكرر، أي رقم بعد بعد الأربعة راح نحط له شو نحط له؟ TH يعني F. مثلاً السابع رقم سبعة شو معناته بالإنجليزية؟ 7. بدنا نقول السابع نقول 7. طيب ال 14 لاحظ 14th 14th لاحظ هاي الكلمة 14th الرابع عشر. أوكي طيب الآن عبد الرحمن سكند. على أساس شو معنات سكند؟ ما كنت معي؟ كنت معي؟ ايوه ايوه قاعد معك أساس. طيب ما قلنا فيرست لاحظ الأول، سكند الثاني، ثيرد الثاني، فورث الرابع. الآن سكند إذن هو شو؟ الثاني. طيب 13th سليمان 13th 13th يعني 13th يعني 13 مو 13 الثالث عشر الثالث عشر أيوة الثالث عشر يعني أقصد يعني خلاص صح برافو أحسن. لا عشان عم نتعلم الترتيب. طيب عبد الوهاب عبد الوهاب H H إيش H الثامن يعني الثامن ثامن. يا سلام يا سلام تمام أوكي. عبد الرحمن عبد عبد الوهاب والله شاطر شاطر لك لك عبد الرحمن 14th اسمع ابو ناسا بيسلم عليك الرابع عشر. يا سلام سلم لي عليه والله يسلمكم بكل شر.
يلا يلا وقفوا لي السلامات بين بعضكم وخليكم بالدرس هلا. والله يا استاذ نجم، استاذ نجم الله يدل استاذ نجم لو سمحت مداخله بسيطه. والله عبد الوهاب اخوي الصغير ومبطي منه، والله ما قد سمعت صوته ولا عندنا رساله في الديره، تونا ملتقين في المحاضره. الله يجعل قبلك يا ابو علي، انا ابو نسب يعني قدر قدر. صار ايش تقول انت؟ صار هذا برنامج على الهواء مباشره. ها اسمع ابو نسب يسالك على الخطيب يا ولد. الله يسلط عليك وعليها. خلاص اسمع الدرس، تفضل يا استاذ ري. الله يبارك فيكم، يلا يعطيكم العافيه. اسف على المقاطعه يا استاذ ري. اوكي طالما هيك معناتها 7th عبد الرحمن مره ثانيه. 7th يلا 7 7 مو 7 السابع 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 السابع. طيب الان انا بعطيك الرقم وانت بتعطيني اياه. اوكي سليمان مره ثانيه لانه اليوم ضيفنا جديد اليوم. سليمان 15 ايه بنت عظف عليك. ايه 15 الله يرضى عليك. اسمعون 15 يا استاذ 15. احسنت 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 سمعتك خلاص 15 جود اوكي 15. طيب الآن لاحظ انتبه يا شباب، ممكن نختصر للكلمات هاي اختصار عشان ما نكتب الكلمة كلها. انتبه الاختصار شلون بيصير لو سمحتوا، انتبه للاختصار. الاختصار شوف رقم واحد مثلا 1 نحط تي، شايف يعني جبنا من كلمة فيرست آخر حرفين ورقم واحد، هذا الأول. الثاني مثلا 2ND لاحظ رقم 2 مع second end. ثلاثي مثلا RD RD كمان من third آخر حرفين آخر حرفين وحطينا الرقم، يعني هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث. الرابع الحط 4 وشو كمان عندي آخر حرفين، شو هني آخر حرفين؟ TH. يعني صار هلا وقت اللي بنقراها نحن بنقول first second third fourth. اي رقم فوق الاربعه راح يكون عندي انا، اي رقم فوق الاربعه راح نحط له TH. يعني مثلا ال 25 بنحط له TH، شايف ال 90 بنحط له TH. اي رقم فوق الأربعة بنحط له تي اتش، يعني مثلا 25th 94th اوكي 8th الثامن 14th، بس عبارة عن نحط الرقم ونحط له تي اتش. هاي الاختصارات للكلمات، هاي الاختصارات للكلمات، هاي اختصار first second third fourth. اوكي طيب الآن لو جينا للقراءة هنا، القراءة هنا لو قلنا مثلا لعبد الوهاب، عبد الوهاب ماذا تقرأ رقم 2 هنا؟ شو هالرقم هذا؟ ايش؟ هذا ما اقرأ لي الرقم هذا سكند هذا سكند؟ لا ما هو الرقم هذا هنا هنا اي رقم يا استاذ احسبه هيك قال لك رقم اثنين. شوف 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 المؤشر وين هو، هذا المؤشر يلا هذا الرقم شو هذا؟ هذا سين سكند سكند. عبد الوهاب سكند هذا سكند هذا سكند شوف هذا شو هو؟ هذا فيرست فيرست. طيب عبد الرحمن هذا شو هذا يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هلا سار this one يلا ااا
ايه ها تيثين لا هذا الخامس فيفت ايوه فيفت رقم أربعة سليمان رقم أربعة رقم أربعة this one هذه السابع يعني السابع صح seventh أحسنت good يا سلام نرجع لعبد الوهاب مرة ثانية يلا عبد الوهاب هذا عبد الوهاب شكله نام ما هو تو يا استاذ تو لا يا عبد الرحمن مو تو هذا ما في عنده تو سكند اوكي ذس ون از 8 14 13 4th 8 كلهم مكتوبين طبعا هون نحن بس بدنا نعمل لهم توصيل مع بعضهم توصيل هذا موجودين في الكتاب اوكي المهم هاي الارقام سهله جدا اهم شيء انه نعرف first second third fourth then we have fifth sixth seventh eighth ninth بس بنحط اتش على الرقم العادي بس بنحط رقم دي اتش من فوق الاربعه على الرقم العادي اوكي تمام لو اجينا للترجمه السريعه عبد الرحمن الفخراني رقم هذا الرقم شو هذا دقيقه الحادي عشر 17 وين الاس يا رجل وين الاس هذا اللي فنث يعني الحادي عشر يا استاذ نجم 11 صحيح 11 الحادي عشر صحيح اوكي this one عبد الوهاب this one عبد الوهاب الو يس يلا عبد الوهاب وينك سكنتين يا استاذ 16 6 عبد الرحمن انت انا سالتك لك ولا سالت عبد الوهاب اعطيته خلاص عبد الوهاب يا استاذ دخل عنده مشكله في هذا قال بطلع وارجع يلا ماشي. طيب ماشي الان عبد الرحمن اقرا الكلمه هاي عبد الرحمن نمبر 8 يس 6 6 شلون 6 6 اوكي 6 6 ايه شو معنى 6 ال شو الرقم هذا بالعربي؟ شو هو؟ ستة لا حول ولا قوة السادس السادس ترتيب ما نو أعداد عاديين ترتيب إي عارف إيه. أوكي طيب الآن مرة ثانية لسليمان This one رقم كم يا أستاذ؟ يعني بالعربي الثاني عشر أحسنت يا سلام عليك الثاني عشر تمام أوكي الآن إذا بدك تقول تاريخ ميلادك ماشي بدك تقول مثلاً الأول من كذا الخامس عشر من كذا أوكي نسأل عبد الرحمن أنت متى تاريخ ميلادك تاريخ ميلادي
و نسي تاريخ ميلاده. لا لا ما نسيته عشان انجليزي. اليوم الاول، اليوم و... اليوم السادس العاشر، شايف؟ لك اعطيني اي يوم هلا، مو ضروري. سفن سفن. ايه السابع، كيف بتقول السابع؟ سبع. السابع كيف بنقول السابع؟ سفن 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 سفنث. اف 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 سفنث. طبعا بتقول سفنث اوف مثلا اي شهر، مثلا سفنث اوف، شو الشهر اللي ولدت فيه؟ اوكي 7th. لوك يا استاذ اسمه 21 والشهر 7 واليوم 23. لا طول لي بالك، شو شو هالميلاد هذا، شلون هيك؟ هو انا ولدت يوم 21 21 7 شهر 7 يوم 23 والش... والسنه كم متى؟ يوم 3 سنه 1400 وكم 41 واحد السنه الماضيه ولدت يعني؟ لا لا مو السنه الماضيه. انت عم تقول يا استاذ ملخبط، والله ملخبط انا حقيقه. يا حبيبي يا عبد الرحمن افهم الاستاذ نجم، انت مواليد كم عام كم؟ 1441 يعني العام ولد شايف ولد ولد دقيقه دقيقه خلاص انا ما بيهمني ايش الغباء هذا، ما هو بالدرجه دي يا عبد الرحمن. انا ما بيهمني العام، انا بيهمني احسن عم تخبط عشان يهمني الان 21 7 21 مالي ما تلخبط عم 41 ولد كذب. يلا انا اعلمك ميلاد يا شباب. صوت مقطع يا شباب. هاي استاذ نجم. اي نعم تفضل. اعلمكم ميلادي انا بالانجلش. بالانجلش يس اعطيك بالانجلش. ايه يا خمسة وعشرين ثمانية 1995 تمام بالانجلش. شو اسمه ثمانية لا 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 عام 1000 الشهر يفضل انه نذكر اسم الشهر. شهر 8 شوف بنقول 25th of of وبعدين نذكر اسم الشهر. مثلا 25th of August 25th of September 25th of July. اوكي انت الشهر الثامن انت August. إذا كيف بتقول يا سليمان؟ بتقول 25th of August 25th of August شهر الثامن هو اسمه باللغة الإنجليزية August. أوكي؟ August. راح نروح الآن نتعلم أسماء الشهور والأيام تمام؟ أوكي One minute.
شوف الآن يا شباب أسماء الأيام. أول شيء راح نبدأ بالأيام. Sunday Monday okay Monday yes Tuesday very good Thursday la Wednesday huh Wednesday okay بعدين Thursday Friday very good then Saturday Saturday look Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. هات يا عبد الرحمن قولهم كلهم نشوف. عبد الرحمن شكله نام عبد الرحمن. أيوة سمعني صوتها days of the week okay الآن السؤال إذا تسأل واحد متى تاريخ ميلادك بنقول له when is your birthday When is your birthday? It is 25th of August 1995. For example, when is your birthday? It is 25th of August, 1995. When is your birthday? When is your birthday? الآن August هو الشهر الثاني. تمام. الآن شباب لنشوف من مساعدكم لنكتب الأشهر في اللغة الإنجليزية. مين بيعرف الأشهر في اللغة الإنجليزية؟ في حدا حافظون يا سليمان الأشهر كمان ولا لا؟ بس الأيام. الأشهر حافظها يا أستاذ بس إني ملخبط فيها. يلا هات. يعني ما هي مرتبة. أنا بساعدك يلا. عندك مايو. لا ما هيك ملخبط كتير هيك معناتها. ما هو لازم انا مرتبة بعطيك الاشهر مايو سبتمبر يوليو اغسط اوكي انا راح اكتب لكم اياهم مرتبين عشان يكونوا عندكم كمان ممكن الواحد يحفظهم كان لانه هلا الان كل الاشياء صارت بالتاريخ الانجليزي شايف جانيوري انا والله استاذ February. وين كنت ما؟ February. March. April. استاذ أقول لك تاريخ ميلادي ولا لا؟ لحظة. April. May. خليك معي. لا. May, June, July, August, September,
اكتوبر يس اكتوبر نوفمبر then December okay January الصوت عندك يا عبد الرحمن الصوت طيب في صوت عندك okay look January February March April May June July August September October November December okay الأيام الأسبوع Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Tuesday Wednesday Thursday Friday Thursday look Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday okay الآن إذا بنسأل عن تاريخنا When is your birthday? It is 25th of August 1995. Okay? It is 25th of August 1995. Okay. برد بكرر مرة تانية عن الأعداد الترتيبية إن أول واحد هو اسمه first نختصره يا شباب نختصره برقم واحد وST آخر حرفين رقم واحد وST هاي الأول يعني نجي second هاي الثاني رقم اثنين مع ND الثالث third رقم ثلاثة مع RD الآن الرابع fourth رقم أربعة مع TH ما على أربعة كله بس بنجيب الرقم ونحط له TH يعني لو رحنا مثلا للعاشر 10 ونحط له TH من اختصارا نحط رقم عشرة و TH الخامس والخمسون 50 5 كمان 55 TH السبعون 70 رقم سبعة صفر نحط له تي اتش وهكذا اوكي هاي الاعداد الترتيبية اسمها الاعداد الترتيبية first second third fourth طيب الان سؤال للجميع ايه لك يا سليمان انت الان لمصحصح أكثر شيء اليوم سليمان كم الحادي والعشرون 20 فرست الله عليك يا سلام شايف لأنه في ناس بتقول بعد الأربعة بنحط تي اتش بتقوله 21 ما في 21 أحسنت عبد الرحمن
السادس والعشرون. twenty six seconding sixteen twenty دخل الأمور كلها بعضها. twenty twenty six. تمام أيوة. 26 سكند. ايوه طيب راح اعطيك رقم ثاني. الرابع والثلاثون. الرابع والثلاثون. اول شيء الثلاثون تعمل بالعكس. thirty four thirty four thirty أستاذ نجم مشارك أنا تفضل thirty four thirty four. أحسنت يا سليمان. سليمان أنت كويس في الأرقام. تمام أوكي okay. طيب الآن شوف اللي بدي إياه منكم إنه تحفظ الأيام بشكل كويس، وإذا بالإمكان تحفظ الأشهر كمان بيكون جدا رائع. شايف نحفظ الأشهر ورا بعض. راح نخلي عبد الرحمن يقرأهم كلهم، شو رأيك؟ عبد الرحمن عندك إزعاج؟ أيوة خل يقرأ عبد الرحمن. أستاذ نجم بعد عبد الوهاب بعد الله يعتبر بليسة. واحد عنده إزعاج والثاني بطيء جدا. يا ولد اللي مشغل عبد الرحمن أظني عندك صدق يقطع. خلاص ماشي شباب ماشي. أنا بعتذر خلاص ننهي الآن ماشي، لأنه ازعاج والصوت غير واضح. ماشي يلا السلام. طيب عليكم. شكرا لك استاذ نجم. شكرا لك شاكر. يعطيك العافيه استاذ نجم. عطنا محسن دواسي عبد الوهاب لقطه ختاميه. لا تولى يا ابو علي. ايش اللي محسن دواسي؟